جو ابشر اكشن والله مصورنا مفلسع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا اخوان بالشرف. مقطع جديد، مقطعنا اليوم بيكون تحدي، وتحدي جديد. تحديات وعقابات. تحديات وعقابات، عقوبات وليس عقابات يا لغة عربية. يا حبيبي كمل بس. تمام، المرمى فيه من الارقام من 1 لـ 18، تمام؟ والقواعد حقت لعبتنا اليوم. كل واحد له شوتة واحدة، لو انا مثلا شفت الكورة وجبتها في رقم 10، حشوف رقم 10 حيكون طبعا مع المصور حقنا اياد، تمام؟ حيقول مثلا التحدي رقم 10، رقم 10 انك تنقز من فوق السور. دام انا شدت الكوره، تمام، صبري اللي حيسوي التحدي. ان شاء الله يكون الموضوع واضح، وبرضه حتوضح ان شاء الله تعالى برضه مع التحديات. خلينا نبدا الحين. حجره ومقص عشان نعرف مين بيبدا اول شوته. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. بس يلا ابدا انا. اوكي، الشوته الاولى الحين. استر مواجهتهم العقوبات يعني. يا رب يا رب. الحين قول بسم الله. طبعا يكفي اللمس، مو لازم انك تكسرها لل... اوكي جراده، مو لازم انك تكسرها كسر، يكفي اللمس يعني. نلعب على الهادي، نلعب على الهادي. اوكي، رقم 17، رقم 17. خلينا نشوف ايش في برقم 17. شيل الرقم عشان خلاص هذه ما حد احد يستعملها مره ثانيه. وبعدين مصورنا تفضل شفنا الورقه. وطبعا صبر الحين في حاله ترقب وخايف مره. الله يستر. فو 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 هي؟ فو 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 هي؟ ايوه هي رقم 17. بسم الله، جلد على الرجل بالسلك. من بدايتها جلد. والله من بدايتها جلد يا صاحبي. والله يعني هي بسيطة بصراحة. من قبل لا نبدا المقطع صبري كان خايف مرة، قال لي بشار شوف رقم 18 و17 انا خايف منهم مرة. فهذه يا صاحبي رقم 17 راحت عليك، جلد على الرجل مشان العقاب. هذا هو تجلد بقوه حتزعل. لا، جاء المصور توه قبل ان نبدا الحين تصوير اللقطه، قال لي والله الحمد لله اني مو بقناتكم. فا اوكي اتفضل يا جزمه وانت بكرامه. ايش فلقه هي؟ اضرب اي محل يلا. لا لا لا، قدمك لازم يا قدمك ساتر. ايوه قدمك من تحت، هذا هو التحدي يا صاحبي. يا ساتر. لا لا امانه، سوي كات اي محل، ما بدي لابس جراب فضيحه. صلي على النبي. اي يا صاحبي ارفع ارفع. والله من البدايه جلد مو عدل. يلا اوكي بسم الله. جميلة صح؟ كم الشعور؟ 1 2 والله لا أقول لكم، والله لا أقول لكم، ترى مرة تخين، مرة تخين السلك، برضو حطيت أنا دبل. والله معليش يا صاحبي، معليش، بس هذه هي التحديات. لا تعال أخرج بدالي أهل الدنيا. 3 2 1 أكشن. الحين جاء دوري. الله يستر عاد من دورك. والله شيء مره مخيس. لا والله حقد حقد من بعد الجلده. روح بالله، راح الله يستر يا رب. برا ها. اوكي رقم 9. نعم. اوف اوه. لا لا بالله شيء قوي. ايش في شيء شيء اصبعك؟ لا 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 وي. بالله شيء قوي. بسم الله. او ماي جاد. حلو. او ماي جاد. خليك والله ما أوكي. تعرف تتكلم الحين. طيب بالنسبه للتحديات هذه، اكل قطعه فلفل كامله حنسويها في البيت. حسيبكم الحين مع اللقطه. لا يا شيخ والله لازم. لا 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 لانه ما جبناها هنا. حسيبكم طيب. حسيبكم الحين مع اللقطه ونرجع مره ثانيه للتحدي. طيب يا جماعه بس استنوا شويه، حنسوي الحين العقاب. اصبروا شويه. اوكي الحين المحاور الثاني، هي الشوط الثاني. بسم الله. يا رب يا رب شيء قوي. اوكي رقم 18، وشكلها كده من الضربه جت. الله يستر الله يستر. هو من الاول قال لي خايف من رقم 17 و18، فجبت له هم اول شيء عشان ايش؟ يلا عشان خلاص خلينا نروح الاوراق. اوه هي الله ورينا. عيد المحاوله. اوكي ولا شيء معناها، عيد المحاوله يلا. اوكي نعيد المحاوله. بسم الله عشان يطلع لنا كده شيء قوي. رقم 2، رقم 2 خلينا نشوف على طول. نعم. اوه هو ده على طول. ايوه ايوه ايش هو ده؟ لا 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 شوف، لا شيء ترى
عقاب البطة. الله يعني يا ساتر. يعني شوف هو كويس ومتعب في نفس الوقت، يعني ارحم لك من غيره. كم مرة؟ تمام. البطة حتمشي، اقول لكم دقيقة نرحم ولا لا اياد؟ ها؟ من وين لوين؟ قل لي. من المرمى، من دي للمرمى. لا رايح جاي. يلا. لا والله كثير. لا 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 رايح جاي مو كثير، مو كثير والله، والله مو كثير. روح وحش من هنا لهنا من هنا لهنا. كفو كفو، انزل تحت، انزل تحت عشان لا تعيدها من الاول. ايوه ايوه، يا سلام. يعني يا صبري، يلا راجع راجع، سريع 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 سريع. كفو يا سلام. كفو انزل. ايش الجلبشه هذه؟ كفو كفو خلاص، تحسب له هي، تحسب له هي، مع ان المصور غير راضي، مع ان المصور هو الحكم وهو غير راضي، لكن كمل المقطع. نمشيله نمشيله هي خلاص كذا، خلصنا من عقاب البطة. خلينا على طول ننتقل للمحاولة حقتك. يلا اوف. سبعة سبعة سبعة. نعم هو ده. اوه هذا اصعب واحد. لا والله حرفيا ترى ماني جالس اكذب. لا 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 لا، يا رب اللي ببالي يا رب. حرفية. والله يا جماعة شوفوا، أنا كاتب التحديات أنا ولطفي والشباب، تمام؟ لكن إحنا مو مرتبين. هو أكثر تحدي قبل التصوير يقول لي بشار يا أخي تكفى، لا لا يطلع لي التحدي ده، بشار تكفى لو طلع لي خذه أنت. شوف في الآخر طلع نصيبي، والله قلت لك من قبل التصوير. يلا أصلا عادي. طب اسمع، أنا عندي اقتراح. ما في أي اقتراح. لا 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 اسمع، أنا عندي اقتراح جميل جدا. أيوه اسمع، مش رايك مما تقتل الرزاء؟ رايك؟ والله انك ترى ما رحمك بالبطه، رايح جاي. يا والله من النص، والله ما رحمك. مو من النص، من اول الدائره. ايش التخفيض هذا؟ تخفيض 10%. والله تخفيض 10%. تخفيضات الماركات. والله روح. طب اسمع، والله ما في اي مفاوضات. الدنيا جاي على رمضان ولازم انه نكون اصدقاء. هي قبل رمضان عشان بعدين نسامح بعض. والله يلا اصلا عادي. يلا بسم الله. والله هذا اكثر تحدي انا خايف منه الأمانة. يلا أصلاً عادي، أصلاً عادي، خلينا نمشي التحدي بس. أوكي الملعب طبعاً كله جراد، لكن وحر. أسمع صبري. أيوة وحر أسمع صبري. المهم إحنا ما اتفقنا على الجراد ده، فأنت أمشي بس قدام. أنا حسوي له تأمين للطريق. سلكني الطريق كذا. يلا بسم الله حبيبي بشار. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مسافة بعيدة، والله مسافة بعيدة. مرضى مزبوط. حمد ربك مو من هناك. أصلاً عادي. يلا أصلاً عادي، تذلني عليها هذه. ها يلا بسم الله. يلا يلا مشين انت الطريقه. يلا تكفى يا ولد. جو. يلا بسم الله. ايوه شاطر بشار. انسلخ الرجال. رحت والله يا دخ. لا لا لف 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 دخت انا. لف كذا كذا كذا. روح. لا لا وين رايح؟ خلي كذا. كمل لينا. ارجع ارجع. عدل 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 الطاره. ترى ماني شايف شيء. والله والله يا دخت. يلا خلاص وصلت. اوف. وي 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 وي. والله يا دخت ما حتقدر تشوت زي الناس. والله يا دخت حر وجراد على كيف كيفك. والله يا دخت دقيقه. اوي والله يا جماعه من جد جلست تقريبا 5 دقائق بعد ما قطعنا التصوير. مرة ماني قادر. والله سوينا كت طويل. والله يتعدل الوضع صح. لكن على العموم يا رب يا رب من عندك كذا. رقم ثلاثة. يا رب يا رب يكون شيء قوي. اوف هي هذه؟ اوف ايوه هي هذه؟ نعم. لا بلا بلا شيء قوي ولا لا؟ قبل لا نشوف. مو بقوة الدوران ولكن. اي مو بقوة الدوران. ما حجب انت. هاي اشوف انا. والله كويس. لا والله كويس بس قوي قوي. ها خذ يا صاحبي. لا يا رجال سهلات. يلا سهلات. يلا قدامي. على العموم احنا ان شاء الله هذول التحديين، هذا والتحدي اللي هو حق الفلفل، حطيت لهم اكيد الحين في المونتاج تحدي حق الفلفل وتحدي اكل ملعقة الملح، معناها بنصورها مع بعض في البيت يا صاحبي. تمام تعزمني انت عاد على بيتك. يلا اوكي يا جماعة الخير، الحين تصدر الفلفل مع الملح، عشان كذا اخرت التحدي شوي. اخذت مع بعض ولا انت اول؟ مع بعض. يلا مع بعض. طبعا نجهز هنا الحليب ونجهز المويه. الله يستر. الله يبعد الملح. مع بعض مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. صبي صبي ابلعه كامل صبي.
كمل كمل. تعال 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 صبي صبي تعال تعال تعال. والله يا عيونه حمرت. لا تشرب حليب لا تشرب حليب لا تشرب حليب لا تشرب حليب. استنى استنى لا تشرب. ماي جاد. ايش اخبار البنكرياس يا الشغل الحين؟ اشرب حليب اشرب حليب اشرب حليب. والله راضي ينبلع. اوه اشتغلت. ولعت. كول 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 الشوكولاته كول من جد لك. شوكولاته على كيفك انت عشان عشان تغير الطعم بس. شيء اي شيء ملح اموت منه. هذه مساعدات من الاداره. بس انا انت ايش خلاك يمديني يمديني روح بس هو لا. ايش خلاك بتسوون تحدي الحين؟ قفل قفل التصوير. يلا بجرب اليمين. دورك الحين يسار. عفوا يسار. ايوه يلا روح يا وحش. يا رب تجيبها مكان ما انا جبتها عشان ما تنحسب لك شيء. هوب واحد واحد نشوف الشو. الله يستر من ورقه رقم واحد. هذه واح هذه واحد. ايش هي 30 ضغط. 30 ضغط. يلا يا وحش. والله والله ايام النادي كان يمديني 30 ضغط. هذا بعض اللي ابويا بيصير شد عضلي. لو تسوي واحده غلط ما تنحسب. والله لازم. شوفوا انا تقريبا من 3 شهور كنت في نادي من 4 شهور. متابعين في الانستغرام يعرف كويس. تابعوني اللي متابعين المهم في الانستغرام شايف. بالله قبل الاعلان بالله قبل الاعلان ايش اسمه. كنت في الانستغرام بنزل ان فعليا كنت 3 شهور تقريبا انتقلت من 90 يوم. ايوه تحدي 90 يوم تقريبا سويته. انتقل وزني من 57 كيلو ل 69 كيلو اعلى وزن وصلت له. تفتكر انت كيف كان جسمي كيف كانت لياقتي. لكن الحين رجعنا نزلنا تقريبا الحين 58 كيلو لان قطعنا النادي. ويلا 30 ويلا 30 والله ما ادري اذا كنت اقدر اجيبها ولا لا. ترى انا مره ما في لياقه. يلا الغلط ما تنحسب. يلا بسم الله بسم الله. اوكي اوكي بسم الله. ايوه كذا. واحد اثنين انزل اكثر. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة انزل اكثر. ايش هذا؟ 11 12 13 14 15 انزل 16 18 19. يلا باقي لك ثنتين. 20 لا 30 21. جلس اعطيه بريك. 22 23 باقي 7 ولا خلاص 25 بس. والله خلاص مع انه والله ترى ما نزلتها كامله ترى. والله ما نزلت حرفيا كاملة. غلط ترى كله غلط. لا نص نص غلط تقريبا. والله مسامح ان شاء الله ما ارجع للنادي اجيب لك انا 50 مالك. يلا نظبطك يلا. لانه مسكين انكرف فرش الملعب عارف.